اهلا بكم مجددا وحلقاتنا المتواصله من امراض الغدد الصماء والسكر. بنوه لحضراتكم ان احنا يعني بنقدم حلقات متواصله او احاديث متتاليه عن امراض السكر والغدد الصماء. والحقيقه نظرا لان وقت البرنامج بقى 40 دقيقه بعد ما كان 60 دقيقه فليس هناك فرصه لتلقي اتصالات تليفونيه. لأنه لو دخل ثلاث اربع اتصالات فقط ممكن اولا يعني بيخلوا السياق العام للحلقه ما يكونش متناسق او ما يكونش مسترسل او أنه هو في نفس الوقت بيضيع وقت لحضراتكم لأنه ما بتقدموش المعلومات بالطريقه الكافيه فبنطول في الاتصال فيستعاد عنها بالاس او الرسائل القصيره والرسائل دي حضراتكم بتبعتوها لنا على التليفونات او على الارقام المبينه المبينه على الشاشه بنحط اسم يعني مش الاسم بدايات الحروف ذكر ولا انثى سنه كم سنه بياخد علاج ايه السكر لو كان سكر سكر الصايم قد ايه وبعد الاكل بساعتين قد ايه والعلاج اللي بياخده والشكوى الرئيسيه ولو كان في حاجه تانية لها علاقه بالموضوع يقولها لنا برده اتمنى ان تاتي هذه الاسئله او الاستفسارات مبكرا حتى يتسنى لنا الاجابه عليها في اخر عشر دقائق من الحلقه احنا عاوز اقوله احنا قدمنا الحلقة السابقة السابقة كانت على وزن الجسم ومرض السكر وكلمنا على دور ان السكر ممكن يسبب نحافة وممكن يزاد زيادة وزن وايه الفرق بينهم وامتى يكون زيادة الوزن ده زيادة صحية وامتى يكون اه زيادة الوزن غير صحية مرضية وكذلك نقص الوزن امتى يكون صحي وامتى بيكون مرضي وتأثير ده على السكر السكر هو اللي عامله ولا السكر اللي جه نتيجه ليه واتكلمنا صحيح الحلقه ما ادناش جميع الجوانب ولكن انا اثرته ان اتكلم في موضوع جديد النهارده وهو السكر والامراض الاخرى يعني ايه سكر وامراض اخرى ما فيش مريض سكر الا ما بيكون عنده امراض اخرى موجوده ده ده 100% يعني ما فيش مرض سكر لوحده حتى لو كان لسه متشخص النهارده يعني مريض النهارده تشخص ان عنده سكر اليوم معناه انه ما عنده سكر بس عنده سكر وحاجات تانية طيب يعني الأمراض الأخرى دي قد تكون أمراض ظاهرة وجلية وواضحة يعني العيان بيشتكي منها أو حتى الطبيب سهل إنه يكتشفها إنه في هناك أمراض أخرى دي فاتت طبعاً إن الطبيب يشوف المريض كل شوية أو إن هذه الأمراض مستخبية أو مدارية لدرجة إن بعض الفحوصات العادية كمان ما تبينهاش ولكن اللي بتبينها الفحوصات اللي هي المتقدمة اللي هي عادة ما بتتعملش في يعني في الظروف العادية او اللي احنا اعتدنا عليها في بلادنا ان احنا ما بنطلبهاش نظرا لعدة عوامل منها النواحي المادية من نمرة اثنين اهملناها فنسيناها نمرة ثلاثة ان الطبيب نفسه ما بيكونش عنده وقت ان هو يتمحص ويتفحص الحاله بهذه الصوره اللي هتضيع عليه مره ومره ومره عشان يوصل للمريض للتشخيص المظبوط لإنه لتتل... هو يكتشف ما هو مستتر بداخله من امراض مصاحبه او جاءت بالصدفه مع مرض السكر. يبقى اذا كلمه مرض السكر معناها ان ليس السكر عاده ما يكون لوحده. عاده بيبقى معاه امراض سببته او ساعدت على ظهوره يعني ايه يعني السكر زاد الظهور لان المرض ده كان موجود لكن قبل كده ما كانش كان فيه يعني السكر كان مستخبي من الظاهر او ان السكر هو مع بداياته ظهر المرض الجديد والمرض الجديد حينما يكون مصاحبا للسكر يعني او نتيجه للسكر احنا بنسميه مضاعفات للسكر وكلمه مضاعفات لمرض ما معناها ان وجود مرض جديد لا ينتسب الى هذا المرض قائم بذاته يحتاج الى تشخيص لوحده وبالتالي الى علاج لوحده. اما الاثار الجانبيه لاي مرض او لاي علاج فمعناها ان هذه الاثار سواء عولجت ام لم تعالج فاساس علاجها هو ان احنا نوقف المرض الاصلي او ان احنا نوقف الدواء او الماده اللي احنا بنستعملها يعني واحد خد دواء عمل له هرش مثلا في جسمه دي اثار جانبيه نهار ما نوقف الدواء الهرش هيروح بس ربما يروح في يومين ثلاثه اربعه فبالتالي بنبدا بحاجات ادويه تانية انها تعالج هذا الهرش او الحكه يبقى الحكه او الهرش الناتجه عن بعض الادويه مثلا او بعض الامراض مجرد ما نعالج المرض الاساسي فانها تروح. وبالتالي هنا نسميها اثار جانبيه للعقار او مصاحبات اعراض مصاحبه للمرض. اما المرض اللي هو بنقول مضاعفات المرض فهو غير الاثار الجانبيه فمضاعفات هنا خلق او وجود او نشاه مرض جديد ثانويا يعني ناتج من المرض الاصلي ولم يعد مرتبطا به ويحتاج تشخيصا منفصلا عنه وعلاجا متخصصا لديه. يبقى ده يعني بدليل لو عالجنا المرض الاصلي المرض الجديد ما بيخفش. لازم يتعالج لوحده. مثال كان زمان ورجع تاني ان مرض السكر بيكون عاده معاه الدرم اللي هو السل اللي هو التي او التبركلوزس باللفظ العلمي بتاعه. فالدرن او السل كان موجود لان معروف ان السكر بيقلل المناعة في الجسم ويبقى السل ده يا جماعة موجود في التراب موجود في الشارع موجود اللي بتقتله الشمس وهي عبارة عن بصلاي كده يعني المهم حاجات لا ترى بالعين المجردة لكن موجودة ناشفة يعني موجودة ناشفة تعيش بالسنين الميكروب يعيش بالسنين في التراب على الحيطه على مش عارف ايه في الوسخات الكلام ده ولكن الوحيده اللي بتقتله هي الشمس بالالترا فايولت بتاعتها مريض السكر احنا عاملين نستنشق التبي ده او الدرن ده كل شويه ولكننا الجهاز المناعي يستطيع ان يلتهمه ويموته وما يحصلش مرض السل مريض السكر لما بيكون السكر بتاعه موجود المناعه بتقل وكان زمان كمان ما كانش فيه اكل كويس فبالتالي كانت المناعه الناس اللي ما كويس كان يجي لهم نفس السل ده او الناس اللي بيخشوا في ضغط عصبي شديد وفي مرحلات سنيه اللي بنسميها الاستريس ايج جروب اللي هو سن من 30 ل 40 سنه يعني من فوق 28 لحد 40 سنه الحاله دي بيحصل الضرن يقوم يطلع يعمل السل الرئوي والسل الرئوي دي مرض خطير بيعيش مثلا على الاقل علاجه من سنه لسنتين السل الرئوي لما يطلع لو انا صلحت السكر بعد السل ما جاش مع ان السكر هو اللي ساعد في ظهور المرض نظرا لان الجهاز المناعي تحطم فما ينفعش ان انا اعالجه بعلاج السكر بس. لازم ادي علاج للضرر معاه. طب هل علاج السكر هنا لابد ان يعالج ويعالج بطريقه سليمه؟ نعم. لان هنا الجهاز المناعي بتاعي اللي هو في الاخر هيتخلص من البكتيريا ما يقدرش يشتغل غير ما يكون السكر مظبوط فمن هنا كان العلاجين متلاصقين ولكن كل متخصص في مرضه طيب احنا قلنا هناك امراض تاتي ملهاش دعوه بالسكر وامراض لها علاقه بالسكر يعني السكر اللي طلعها زي التهاب الاعصاب الطرفيه وتاكل الاعصاب الطرفيه ودي بتأثر طبعاً زي ما احنا عارفين تعمل تنميل وخدلان وحرقان في الرجلين معظمها وبطن الرجل تبقى عاملة زي النار السخنة المولعة وساعات زي اللهب كأن العيان واقف على الجمر وهذه الآلام اللي هي تنميل أو خدلان أو حرقان يا إما الثلاثة موجودين يا واحد منهم وساعات تبقى شكشكة زي الإبر أو إن هي بتكون أحياناً زي ومضات كهربائية شديدة تصرخ في رجل العيان من حين الى حين وخطورة هذه الاعراض بتكمن لو كانت في الرجلين بس ان ممكن تصحي العيان من النوم وفي عيانين ما يناموش خالص وخدوا الادوية يعني عادة ما بيجينا المرضى دول بيكونوا خدوا الادوية من كل نوع يعني خدوا جميع المتاح وغير متاح المهم هو عمال ياخد العلاج ولكن لا فائدة من العلاج تظبيط السكر هنا او ضبط السكر ملوش علاقة ملموسة مع الاعراض احنا احيانا لما نظبط السكر لو كان هو كان عالي مع الحرقان والتدمير والخذلان يزداد تأثيرا لما تظبطه ازاي الكلام ده يعني هناك تفاقم لحالة المريض وزيادة الاعراض ومشاكلها والتعب اما هو ياخد علاج سكر ويتحسن السكر بتاعه نعم لان الاعصاب اللي بتوصل الاحاسيس من القدمين لحد المخ دي بتبقى شبه مغيبه او شبه نايمه او ما بتوصلش كويس قوي رغم ان الاحاسيس ده مزعجه ولكنها ما بتحصلش قوي لان السكر عامل نوع من انواع الشلل الوقتي الحسي للاعصاب دي سكر عالي فزي ما روح بيبقى متلوه العصب متلوه هو كمان فيبقى توصيله للاحاسيس ليس بالصوره الكامله كان مدي العيان بالظبط حقنه مخدره طبعا هذا ليس سليم لأنه هو المفروض الاحاسيس دي برضو بتطلع من القضيب اللي هو العضو الذكري فالقضيب هنا الاحاسيس برضو ما بتوصلش للمخ وكلمت حلقه كامله على هذا الموضوع اما ما بتوصلش للمخ ما يحصلش انتصاب وبعد ما يحصل انتصاب ما يحصلش استمرارية الانتصاب لان الاعصاب خربانة الاعصاب دي يا جماعة هي سلوك يعني السلوك اللي احنا شايفينها دي كلها هي نفس السلوك الموجودة في جسمنا بس سلوك دقيقة جدا اللي زي اللي اتعملت دلوقتي الفايبر اوبتكس والحاجات دي اللي مش سلوك نحاسية وبالظبط بيمشي فيها تيار كهربي عادي خالص والتيار الكهربي هنا بيتحول من شكل الى اخر على حسب نوع الستيمولنت او نوع الاثاره لو كان حسي لو كان حرقي لو كان الم ده كله بيختف بيختلف لو كان مثلا عباره عن احساس باللمس غير احساس بالنار غير احساس بالدبوس غير احساس بالحراره سخونه او بروده وكل حاجه من دول ربنا سبحانه وتعالى خلق لها حساسيه تستشعره مش كله سلطه على بعضه لا كل حاجة لوحدها وكل حاجة لها اسلاكها اللي ماشية فيها لوحدها وتوصل ولها مسارات داخل العمود الفقري لوحدها يعني ماشية باندلز يعني باندل معناها يعني كابلات هي هو الكابل عبارة عن عدة خطوط سلوك جواه فهنا عبارة عن الكابل عبارة عن جوانا احنا بنسميها باندلز الباندلز اللي هي الكابلات دي ماشي فيها ملايين الاعصاب اللي هي الاسلاك وتطلع للمخ وتوصل ده كله مع وجود سكر عالي مش منظومه سكر عالي بس الحقيقه وموجود خناقه اللي انا اتكلمت فيها مرات عديده انه ليس هناك توائم ما بين احاسيس هذه الخلايا اللي هي السلوك بقى والخلايا العصبيه ومعدلات السكر وعمل الانسولين يعني العلاقه ملتبسه مش مجرد شويه سكر يعني بمعنى ايه لو انا جبت العصب ده وحطيته في محلول سكري عالي وليكن 300 اللي هو العالي مش هيحصل له الشلل اللي جوه الجسم لان الشلل اللي جوه الجسم مش نابع فقط من سكر عالي لا ده نابع من عدم موائمه ومن عدم تناغم ومن عدم تزامن وتشابك وتفاعل مع عده عوامل متغيره اهمها الانسولين والجلوكوز والعصب وفي عوامل كتير جدا دخل في الموضوع ده ناتجه عن مرض السكر وحتى الانسولين والجلوكوز ناتج عن مرض السكر يعني مش هو السكر اللي هو الزياده بس ده هو تسمى ما يم اكتشف سنه ألف بدايات القرن العشرين يعني كده 1900 وحاجه او 20 ولا حاجه اما اكتشفوا المرض او كانوا زمان فقالوا مرض السكر لان اكتشفوا السكر العالي لكن هو السكر موجود احيانا من غير ما يكون في سكر عالي وهذه اللي احنا بنتكلم فيها بقالنا عشر سنين وبنسال فيها حتى في الامتحان ما بيكونوش عارفين الطلبه مش الطلبه العاديين ده الاساتذه لا الدكتوراه مش داريانين ان احنا ممكن نعالج السكر قبل ارتفاعات معدلات السكر طب ليه تعالج السكر قبل ما السكر يعلى في الدم لان المضاعفات بتبدا من يوم ما حصل الخلل وليس من يوم ما ارتفع السكر في الدم ننبه الله يبارك فيكم كده يعني نستيقن هذه الامور لان بنقولها ونعدها ونزيدها وما فيش فايده اللي دماغنا فيه هو دماغنا فيه يا دكتور السكر يتظبط مين آه ما قلناش حاجه السكر يتظبط احنا تعدينا المرحله دي مرحله ان السكر يتظبط دي مرحله بقى دلوقتي كي جي ولا كي جي مش هي الاساسيه ده الاساسيه وشطارتي انا ان انا اظبط العلاقه ما بين الانسجه وبين المتغيرات الكثيره التي تتداخل مع بعضها وتطلعلي مضاعفات السكر الشهيره لو انا ما قدرتش اوصل لهذه الدرجه من ضبط الموازين واعادة التفاعلات الى ما كانت عليه يبقى انا بالظبط كاني بقى انا بغطي النار من فوق وسايب النار تلتهب مع في داخل الرماد يعني انا ضحكت على نفسي وضحكت على العيان وضحكنا ان احنا الاتنين على بعض سكرك كام يا استاذ سكري بقى صايم قد كده وفاتر قد كده ومبسوط وزي الفل وما ظبطتلوش الخناقه الداخليه يجي بعد طبعا هو مبسوط وحظنا احنا كاطباء كويس لان المضاعفات مش حبان بكره ولا حبان بعد شهر وربما تقعد اربع خمس ست عشر سنين على ما تظهر يا يكون الحمار مات يا يكون الملك مات يا يكون مش عارف ايه مات ده عشر سنين يعني الدكتور سافر الدكتور زيه وقف العياده العيان ساب البلد العيان مل لقدر قدر الله جاله حاجه تانية ومات او على الدكتور مات فالعشر سنين دول ما فيش حد حيشيل مسؤوليتها ومن هنا العمل الطبي في الامراض المزمنه الغير ملموسه التاثير المبكر او السريع عايز الامانه هنا لان الامانه هنا هتبين ان انت خايف على ايام مش النهارده انت خايف عليه بعد عشر سنين طب بقى يا دكتور اما يطلع الحاجه بعد عشر سنين نعالجها ما هي مصيبتها ان لما بتطلع من عشر سنين ما بيكونش تنفع لها علاج ولو نفع علاج بيكون علاج منقوص ما بيجيبش النتيجه المائة في المية ولا يعيد الشيء الى نصابه الى الى اصله ولكنه يصلح منه يعني ويحتاج الى علاج مستمر يعني نيجي الاعصاب الطرفيه اللي كنت بتكلمها دي اللي هي مثلا الارتخاء في الرجاله وعدم القدره الجنسيه او استكمال القدره الجنسيه او الاداء الجنسي بالطريقه المظبوطه في الرجاله ده اما يجي في الحاله الرخوه المتقدمه لنا ولا غيري حننفعه في المتقدمه ولكنها لو كان فيها الرمق يعني في 30% في 40% في 20% يبقى الدنيا لسه فيها خير فمن هنا نظبط العلاقات ما بين الانسولين وما بين النسيج وما بين المتغيرات الاخرى غير ضبط السكر الى جانب ضبط معدلات السكر دي واحد نمرة اثنين نشوف الاساليب الجديدة والعادية في اعادة عمل القضيب وانسجته وشعيراته الدموية والاعصاب الى عهدها السابق في منها بالعقاقير قد يجيد ضبط هرمونات ونقص هرمونات اخرى لان في هرمونات بتزود الفحوله والرجوله والقوه وفي هرمونات بتقلل الفحوله يعني تعمل نوع من انواع الارتخاء فاحنا نقلل دول الحلوين نزودهم والوحشين نقللهم وفي بعض ادويه مريض السكر ممكن يكون بياخدها تقلل القدره الجنسيه وتقلل قدره شده الانتصاب او كفاءه الانتصاب نحاول ان احنا نستبعد الضار منها او نقلل منه لو كان هو على درجه قصوى ويجب ان احنا نكمل عليه العلاج فبهذه الصوره يحصل بدايات تحسن. لو الصوره اكتملت ومشيت بهذا المنوال يبقى ان شاء الله خير وبركه. ان لم يكن فبنلجا الى اساليب اخرى بل الحقيقه بتكون بنسميها انفيزيف زي حقن الخلايا الجذعيه في مناطق الخلل القضيبي يعني القلب القضيب نفسه ده نحقن فيه الخلايا الجذعيه وهو في طريقتين طيب يا اما بنحقنها بالطريقه المباشره داخل الانسجه ودي لها مميزاتها و او ان احنا نوصل الخلايا الجذعيه عن طريق الشرايين المغذيه للقضيب ودي لها برضو مميزاتها وبما ان كل طريقه لها مميزاتها فبالتاكيد لها عيوبها ايضا يعني مثلا اما بنحقن احنا الـ الـ الخلايا الجذعيه مباشره في القضيب جميع كميه الخلايا الجذعيه التي تحقن في القضيب 100% بترتا بتستقر داخل القضيب ولكن الحقن هنا قد يكون غير منتظم يعني في اماكن في القضيب تاخد خلايا جذعيه اكثر من اماكن اخرى وهي بتنتشر صحيح في كل مكان اولا لان القضيب ده عباره عن عناصيج بركي او يعني ليكس او بنسميه زي احنا عندنا بالانجليزي يعني هو عباره عن بحيرات دمويه صغيره البحيرات دي متداخله وسايبه على بعضها فمجرد محن في مكان الكل هينتشر ولكن بالتاكيد المكان اللي انا حقنت فيه مكان الابره هو في اماكن كذا مكان اللي انا بحب فيه مكان الابره هيكون له نصيب الاسد يعني خد النصيب الكبير قوي المتميز اللي هو يعني خد كميه كبيره جدا من الخلايا الجذعيه بينما اخر منطقه بعيده هنتوقع تكون الكميه اقل بكثير ميزه الطريقه دي احنا قلناها ولكننا بنحبس احنا الدم جوه القضيب في الفتره دي فتستقر الخلايا بنقعد مثلا ربع ساعة تلت ساعة نص ساعة فالخلايا خلاص بتقعد وتستقر وتبدأ تتكيف وتتحول إلى خلايا صحية تزيد من قدرة القضيب على الانتصاب بينما لو دخلنا بقسطرة من الفخذ كده صغيرة يعني تقريبا سمكها زي السلك اللي على على هنا ده اهو لا هي اهو احنا فين الميكروفون زي السلك الصغير ده الرفع بتاعها دي القسطره بتخش وبعدين توصل لحد الشريان اللي بيغذي القضيب ونحن الخلايا يبقى كل الخلايا راحت فين للقضيب ولكن هي بتبقى في دورة دموية سريعة تدخل في القضيب وتخرج منه خلال مثلا دقيقتين فالدقيقتين دول مش زي ما انا كنت سايب تلت ساعة ونص ساعة يستقر من الخلايا نسبة معينة قد تكون النسبة دي ستين في المية سبعين في المية طيب يبقى اذا انا خسرت من 30 ل 40% من الخلايا ما عادتش في القضيب طب راحت فين راحت اماكن اخرى من الجسم راحت بقى لقت الكلى تعبانه هتصلح شويه من الكيلة. راحت العينين تعبانه هتصلح شويه من العينين راحت المخ تعبان تصلح شويه من المخ لقت الكبد في حاجه تصلح شويه من الكبت. يعني برضه لا حتى فايده لان انا ما رميتهاش في الشارع ده هي ما زالت في جسم العيان بس بتلف زي اي حاجه في الجسم كله وتلتصق بالمكان التعبان طب هل هي هتصلح المكان التعبان 100%؟ طبعا لا لان الكميه اللي وصلت للمكان التعبان دي ليست كافيه ان تصلحه وده بنسميه او انا بسميه انا شخصيا الكميه الحرجه يعني الكمية اقل كميه واجبه لتصل الى عضو ما وليكن البنكرياس وليكن الكبد وليكن الكلى العضو ده الكميه العدديه للخلايا دي هي اللي كافيه اللي لتصلح ما افسده الظهر اقل من الكميه دي هتصلح اه ولكنها هتصلح بصوره منقوصه يعني لو كان التحسن مفروض الخلل 100% تصلح منه 30 20 15 وما الى ذلك ولكن بالتاكيد في خلل هيحصل فيه اصلاح يبقى إيه اذا احنا قلنا المرض زي الاعصاب الطرفيه اللي هو بيجي نتيجه للسكر طب ايه تاني بيجي نتيجه للسكر وقد ويحدث من اليوم الاول للسكر وكلمه سكر هنا ما اعنيه ليست زياده معدلات سكر في الدم المفروض التعريف ده يتشال من الكتب حتى كتب الطب مكتوبه غلط الكلام ده تعريف ده بقاله دلوقتي حوالي 100 سنه ازاي 100 سنه احنا عايشين في حاجه دلوقتي في الدنيا تعرفها او آآ يعني آآ وصفها كان من 100 سنه باقي حتى الان يعني زمان مثلا من مئة سنه ما اعتقدش كانت الفيروسات معروفه قوي كان معروف بكتيريا بس بالعافيه ما عملوا الحدثات والميكروسكوبات والبكتيريا الكبيره مش الصغيره دلوقتي بدا يبان يعني ان في سطح يعني الـ 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 هي كانت موجوده ولكنها لم تكتشف فاحنا في الطب كذلك في السكر ما كانش عندنا آليات لاستنباط او لقياس مواضيع كثيره جدا، كان ابسطها الانسولين عشان نقيسه ده قصه طويله وعريضه وغير متوفره. فاحنا دلوقتي بنقيس الانسولين وبنقيس السببتايد وبنقيس برو انسولين انسولين وبنقيس الجلوكاجون وبنقيس حاجات كثيره جدا ومتداخله مع مرض السكر. فاذا تعريف السكر لا يجب هو تعريف سطحي. وبليد ويودي العيان في داهيه ويخلي الدكتور ما يعالجش صح لان هو التعريف تعريف كيميائي وهو ان معدلات سكر عاليه في الدم بصوره دائمه بالبلدي كده يعني السكر نقيسه صايم نلاقيه اكتر من مثلا من 110 مرتين ثلاثه يبقى خلاص عنده سكر او اللي بعد الاكل مثلا فوق 140 مرتين ثلاثه يبقى عنده سكر او مره دي ومره دي لا طب ايه ده ما 100 مية فوق 110 و120 ده اللي احنا بنتكلم عليه ما العيان ما عندوش اعراض وكذلك 140 ما عندوش اعراض في فرق بين اعراض وعنده مشاكل في مشاكل في الانسجه كلنا واحنا قاعدين كده اللي بيتفرجوا عليا واللي معايا واللي بره وفي الشارع كل الناس عندها مشاكل جوه جسمها بس, بس هو مش دريانين وهذه هي الكارثه يعني في مثلا وليعوذوا بالله مش عاوزين ندي يعني مثال سيء في واحد في خمس تلاف عنده سرطان موجود دلوقتي ومش مش دريان بحاجة وماشي وبيأكل وبيشرب وبيتجوز وبيطلق وبيتخانق وعنده في المحاكم وكل حاجة واحد في العشر تلاف او في خمس تلاف عنده سرطان ومش عارف نفسه على ما يزال هو بالظبط كده اللي احنا بنعمله مرض السكر كذلك في منا دلوقتي خمسة في المية خمسة في المية يعني احنا ما نتكلم على السرطان قلنا السرطان واحد في العشره الاف واحد في خمسه لا السكر خمسه في الميه فيعني الالف يعني خمسه في عشره يعني خمسين في الالف يعني لو احنا عندنا مكان زي الاستاد فيه خمسين الف واحد يبقى خمسين في خمسين صفرين وخمسه وخمسين يعني الفين وخمسمائة واحد لو الاستاد فيه خمسين الف عندهم سكر ومش دريانين وعندهم على فكره غدة دركيه ومش دريانين بالمناسبه نفس النسبه طب هنيجي نحلل لهم السكر اللي هو سكر الصايم وبعد الاكل بساعتين كأنت مش هتسمعوه في اي حته هتطلع طبيعي ولكن هو عنده السكر بالتعريف الجديد الذي يجب ان يتغير هو لازم يجي من خواجع عينيه بيضه ولا عينيه حمراء ولا عينيه خضراء وشعر اصفر وابيضان مملع مملح لا في هناك علم شغال السكر يجب اكتشافه قبل ارتفاعات معدلات السكر من خمسه الى عشر سنوات ولا سيما في النوع التاني اللي هو يجي مع الولاد مع الناس الكبار اما الصغيرين ممكن ثلاثه الى خمس سنوات اكتشافه يجب ان نعمل قبل حدوث المرض وليه قبل حدوث هو مش حدوثه هو موجود ولكن قبل حدوث المرض بالطريقه اللي احنا ما زلنا خاطئين وبنعرفه بهذه الصوره والصوره دي غلط يبقى احنا طب ازاي ايه المقومات بقى اللي نشخص بيها السكر قبل حدوثه وليه؟ او قبل ارتفاعاته حتى انا بغلط لان قلنا ان امراضه واعراضه ومشاكله واثاره الجانبيه وكل ده بيجي من اول الخلل الذي يسبق ارتفاع معدلات السكر في الدم. طب هل هناك اليه للاكتشاف لكده؟ نعم في اليات. هل هي متوفره في كل مكان؟ لا. بدليل ان البعض بيحاربها او مش عاوز يمشي وراها لان مش عنده وهي دايما كده الدنيا اللي لا يملك العلم فيتفهه يعني يقول لك الناس اللي ما بتفهمش في الشعر مثلا شعر ايه ده؟ بالك انا فارغ انا هنعمل به الشعر لان هو ما لا يستطعمه ولا يستطيع ان يؤديه ولا يفهمه خلاص سيبه مش مشكله فالطب كذلك على فكره من لا يرى الالوان لا يستطعمها ولا يريد ان يراها يعني واحد عنده عمى الوان ما بيشوفش الاحمر والاخضر والاصفر وكذا بيشوف كلهم ابيض واسود هيجيب بقى يحط ورده حمراء ومش عارف ايه ولما يجي الصالون يقول والله احنا هنجيب الصالون المره دي لونه كذا ومش عارف ابدا آه فمن هنا يسطح الامور ويخلي العلاجات سطحيه اللي احنا ماشيين عليه الى هذه اللحظه هل هناك اليات لتشخيص مرض السكر وليس ارتفاعات السكر قبل حدوثه نعم بعده سنوات نعم وهذه المرحله الذهبيه التي نمنع فيها ان يكون هناك امراض تصاحب مرض السكر في عندما يرتفع معدلاته او عندما يكون هناك امراض اخرى مع هذه المعدلات كاثار كمضاعفات للمرض وليست اثار جانبيه يعني اما معدلاته ترتفع او ان هو يكون آه الامراض التانية معاه طب ازاي احنا هنشخص اه طبعا دي فحوصات متفحصه شويه او فحوصات عميقه شويه هي في الحقيقه مكلفه لانها لا تركن الى التحاليل العاديه ومعظم مش فاهمها وبالتالي لا يعني لا يستوعبها ولا ينتمي اليها وطبعا قدام العيان هيسطحها ولكن هي في الحقيقه يا معينين احنا اكتشفنا هذا الموضوع وغدينا علاجات لمده معينه من الزمن هي من شهور لسنه او اتنين وكان ان الخلل اللي حصل واكتشفناه اللي هو هيؤدي مستقبلا في ارتفاعات معدلات السكر في الدم اختفت اما عدة التحاليل ما احنا بنعيد التحليل كل فترة ممكن ثلاث شهور او ست شهور لقينا الدنيا اتظبطت ولقينا كمان اللي كانت فيه مضاعفات بدأت تظهر على المستوى التشخيصي وليس على مستوى المريض ما احنا اتفقنا دلوقتي قلنا كلنا عافانا الله كلنا كده اللي بنتفرج واللي قاعدين في البيوت واللي بيتخانقوا مع بعض او بيتعاركوا واللي بيشتكوا بعض في النيابه واللي هم قاعدين بيرقصوا واللي بيجهزوا افراح ومشتملاته ده كله في حوالي نقول واحد في الفين عنده سرطان او في خمسة الاف وهو المسكين مش دريان مش هنا خالص هياخد كام بقى من ست شهور لسنه ونص حينما يظهر بهذه الصوره هيكون ما ليس هناك علاج كافي او قاطع هل هناك اماكن نقدر نشخصها دلوقتي نعم نعم في هناك ايوه عندنا الامكانيات الكيميائيه والبصريه والنظريه والاشعاعيه لتشخيص هذه الاورام يبقى إذن هناك فرصه استباقيه قبل ان يستفحل المرض كذلك السكر، ده احنا عندنا خمس سنين مبكر. وبعدين احنا دايماً "كلا بل تحبون العاجلة" وتزرون الآخرة. احنا ما بنحبش نبص أساساً لمشاكلنا المستقبلية. عايزين زي ما بنقول كده ندفس راسنا في الرمال. مشاكل السكر إن هي وقائية بنسبة في المية أكثر منها علاجية. ولذلك لما نيجي احنا نقول احنا هنظبط السكر ونخليك سكرك مظبوط. وده اللي بيخلي العيان يطير من الفرحة هو احنا كده بنسطح العلم بنسطح الطب والحقيقة لزبط السكر في مراحل معينة اي طبيب يصلحه يمكن مش مش عاوزين نقول حد ممكن واحد عنده قريبه حازق شوية كده يدوله علاج والدنيا تتظبط بس مش دي الشطارة ده هو ممكن يحصل اولا ان هي الخناقة او عدم التوائم او عدم الاتزان او عدم التناغم ما بين أنسجة الجسم المختلفة والتفاعلات الكيميائية اللي هي مصدر المرض أساس المرض هو تعرفوا السرطان حضراتكم هو عبارة عن إيه خلية خرجت عن الطوع ما لقيتش خلية تانية تموتها أبسط مما تتخيلوا خلية خرجت عن الصف وهي المفروض تنقسم مثلا في اليوم مرتين بقت تنقسم في اليوم الفين مرة المفروض ان الخلية دي بتطلع الالفين مرة بيتغير الشكل الجيني بتاعها تقوم طيب تيجي خلايا تانية موجودة دفاعية داخل جسمنا تروح واكلاها اول باول وعندنا ملايين الخلايا اللي بتخرج عن الطوع كل يوم ويجي لها الجهاز ده ينقيها ياكلها الجهاز ده جاله عطب جاله تعب جاله أي حاجة نجد نلاقي إن الخلايا اللي كانت بتمشي ثلاثة أربعة في اليوم عملت الملايين الملايين بقت كبيبة راح تبعت الحتة التانية للمخ وللكبد وللعظم ومش عارف إيه خلاص ولذلك كلمة السرطان هو التشعب هنا معناه وهو ان هو ين يعني ينغمس داخل الخلايا ويؤثر على كل حتة دخل فيها يبقى اذا لو شفنا اساس مرض السرطان تافه جدا اللي هو عدم تعرف الجهاز المناعي على الخلايا الجديدة الخارجة على القانون والخارجة على المألوف والخارجة على النظام وكان هو الحقيقة اللي احنا بنشوفه اللي هو يعني النهايات الغير سعيدة خالص كذلك مرض السكر بسطته ايه انه هو ما بنشخص ما وراء ارتفاعات السكر وحينما ياتي المرض السكر بقى اللي احنا بنعرفه منه من بعض كده بالطريقه السطحيه القديمه البسيطه يكون اللي صار مرض استشرى ومطلع مضاعفاته معاه يعني قلنا الاعصاب الطرفيه بتحصل ازاي يقوم يجيب لنا تاني الكلى الكلى الناس كلها حتى في دماغتها ان هي بولينا وكرياتينين يلا يا عم خد عينه ماشي اوكي هنعمل وظائف كلى بولينا وكرياتينين ولو ربنا اجاد عليه يبقى صوديوم وبوتاسيوم لا مين قال الكلام ده ده دلوقتي بقت الكلى دي بنقدر نعرف واحد على الف من وظائفها قبل إنها ما يحصل لها مشكله يعني مثلا لو هي الوز... الكرياتينين النهار ما يزيد معناها ان الكلى دي بقالها عشر سنين فيها خلل او بالظبط زي السكر يعني كرياتينين طبقت واحد واتنين من عشر ملي جرام بالنسبه بس خلاها واحد واتنين من عشر كده بالنسبه لحضراتكم عشان تبقى واحد وسته من عشره يعني ميه ميه يعني الكلى مية مية ماشية دي بقالها عشر سنين ترزخ تحت مشاكل داخلية فيها الكلى لو احنا جبنا مقص وقطعنا نصها ورميناه الناحية الشمال ومقص تاني الناحية اليمين ورمينا نصها الكاريتين هيفضل زي ما هو طب هنشيل كمان النص التاني يعني نشغل ربع اليمين والربع الشمال زي ما هو طب عيان عنده التهابات في حوض الكلى وعمال يا جنبي ويا اه وبتاع وكل شويه المساله فيها احتقان والكلام ده ويروح للدكاتره ومضادات حيويه وغيره ويعيش بفضل الله 30 40 50 سنه الكرياتينين ما يرتفعش حاجه ليه لان هنا الاصابه اللي جايه عن طريق هذه الحصوات او هذه الالتهابات في المسالك البوليه لا تؤثر على كامل النسيج الكلوي ده تؤثر على الحوض والحتت الملاصقه لحوض الكلى اللي هي اللي بنيجي بنيجي ناكل كلى كده ونقطعها بنلاقي فيها حته عامله زي الشغطه بيضه ده حوض الكلى وخراطيم طالعه منه كده وبعدين اما النسيج الكلى والحلو الاخضر ده اللي هو مفصص هو ده المهم نيجي بقى للسكر السكر من اول يوم وهو ينهش في الكلى كامله وينهش فيها خليه خليه مش بيتكلم بقى على الحالب وحوض الكلى، شوية المسامير دول قصدي محاول شوية المواسير لا ده احنا بنتكلم في النسيج الكلوي اللي كل خلية فيه تساوي مليون جنيه. فيجي السكر لأن السكر مرض عام. ياكل في كل خلية من الكلى مش معدلات السكر المرتفعة. ده حقيقة المرض لان الجسم بتاعنا كله منقوع او يتعامل مع بعضه بصوره غير سويه فيبقى الخليه بتشتغل بصوره غير سليمه تحتقن جواها كل خليه يا جماعه عباره عن مصنع بتاخد اكسجين وتطلع ثاني اكسيد الكربون وتاخد جلوكوز وتطلع حاجه اسمها لاكتيك اسيد يعني سوري يعني بتاكل وتشرب وتتبرز حلوه كده بالظبط كل خلية بتتنفس تاخد هواء الخلية مش مش مناخيرنا الخلية تاخد هوا وتطلع دخان اللي هو ثاني اكسيد الكربون وتطلع بول وتتبرز السكر هنا المنظومة دي المصنع ده اللي بيشتغل ما بيشتغلش بمية مية ده من قبل ما السكر يبدأ ربما بخمسة الى عشر سنوات تبدا هذه الخلايا ما تتبرزش كويس تخيلوا بقى واحد قعد اسبوع ما يتبرز وسخته داخله فده يعمل تسمم للخليه اللي هي الخليه الكلويه على فكره ده بيحصل في القلب برضه وبيحصل في المخ وبيحصل في كل حته بس الكلى ليه بالذات لان لو عرفنا ان 30% من دم جسمنا بيروح للكليتين اللي هم قد كده بالظبط في 30% من الدم عشان تعرفوا أهمية الكليتين إزاي فلذلك لأنه هو اللي عمال يشيل أوساخ الجسم ويخرجها على مدار 24 ساعة وطبعا إلى لغة حاجات تانية احنا فضلنا دقيقة فعاوز أقول أن مرض السكر في الختام ده قبل عشان أقفل على طول أن مرض السكر ليس مزايدة معدلات سكر وأن هذا المرض يصاحبه الأمراض المعروفة اللي أنا اتكلمت على بعضها والغير اللي لم أتكلم عنها وان هذه الامراض تبدا من يوم ان حصل اختلال وظيفي في تعامل الجسم مع الانسولين ومع الجلوكوز ولا علاقه له بمعدلات السكر في الدم اي ان هذه المشاكل تبدا قبل اكتشاف المرض بالطريقه العاديه من خمسة الى عشر سنوات وان هذه الامراض اللي هي طلعت مع السكر ليس لها اعراض يشعر بها المريض في معظمها واذا استطاع المريض ان يشعر بها تكون المرض قد استفحل ويكون علاجه منقوصا او علاجه منقوصا وان كان علاجه مؤثرا فياتي بجزء ويحتاج الى العلاج المصاحب لمرض السكر لهذا الخلل او المرض الجديد مدى الحياه اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته